أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه كان يستهدف الانتقال إلى الريدز منذ بداية رحلته الاحترافية قبل 6 سنوات، مشيرا إلى أنه يخطط للبقاء داخل النادي الإنجليزي لفترة طويلة. ليفربول من أشهر فرق العالم ولديه الكثير من الجماهير في الشرق الأوسط. أعتقد أنني سمعت عن النادي أول مرة عندما كنت في 10 أو 11 من عمري. لم أكن أتخيل أن أتواجد هنا يوما ما، لكن هذا كان أحد أحلامي. عندما ذهبت إلى بازل من مصر كان هدفي الانتقال إلى ليفربول، والآن لدي ذكريات رائعة داخل النادي. اللعب في أنفيلد مختلف تماماً. لقد وجدت استقبالاً حاراً من الجماهير في أول ظهور لي داخل الملعب، ما جعلني أشعر بأني مرحب بي في الفريق. الجماهير لديها العديد من الأغاني هنا، لكن أغنية الملك المصري هي المفضلة بالنسبة لي. بعد 10 أو 15 مباراة سمعتها لأول مرة، كان شعوراً مدهشاً. لقد زادت هذه الأغنية الأدرينالين في دمائي.